السلام عليكم ميت كاميدا بوغاكت او سامين تبادن تاريخ دي بني ادمك بوغ او باريغ اي قلباتك بيس كراعي اهمية ديسة اي سامين تيسة ويرتا يمانت اما مجرت ايالا بيكرا جامعات انا صوهد القاذين بوغان مقدمة ابن خلدون وكمي دي طبانك بوغ اي وكتليي كون افان انو اخرنا ايو سيء وحبذن او اغاذو نين اي بلايين قف اديجيس استعمالان مارك زوكربير اساسا فيسبوغ اي الشركة داس بلايين تدولار قيمه دو يهي ارنولد توينبي تاريخيهن انجريس معاصرة وحقوت المامة انو يهي بوغا سميت كمي دي وحا اوغو مهمسن اي او عقل قبني ادم كيسلا قاري فلا دمير لينين هو جاميهي كعضونكي بالشفك الروشكا صليقنا اوها امبراطوريا دي مدوي سوفياتكا وحكير ابن خلدون شخصي اهان باريغا تلو ملقيه لكرا قف ارقم ابن خلدون شخصي اهان وحان امسانه قف والباو صوماليا ان اي قصبته ان او اخرية مقدمة ذان مقدمة ابن خلدون وحاد بمودة ان او انك صوماليا هان ستوصن على حضلايا ابن خلدون اهل كيس وحيكا صوقحين اندلس باللوغي هوري قلوفكي مسلمين تلوغا سوساراي وانا ارنكا كاني ان او حوق سار سببها بربرك امضها امضهم حي بربران عبد الرحمن بن محمد الحضرمي الاشبيلي عانكو اه ابن خلدون كون افر بقول لحد ميلادي ايو جيريودي وعقود اشي دلك تونس كون برباري فقيه تاريخيهن مفكر اسلامي عجيبة وحوهن عقل بدن شعوب تأهد ادرس جري سيد اي افكران إيه قابنا لوليت كودا دبلوماسية وحوماري أندلس وقويق أفريكا آسيا إلى إيه يوروب شعوب إيه أقوام كلا دون أيو لكل مي وحوصي حدي قصور تبقرضة إيه التين لوهين كسحرها مقالي إيه مي لبضب ووماري أهدبان ويمان نبوغة إنك استوان جعله أنيق الشخصي أهان مركلة أديكسي كلمة كتاب بدل كبوغ كتاب كان حوقري كون صدح بقولي تضباطني تضباطي كتاب كان مقعيسا وحد أركيسا إنو يهي مقدمة هردع وانا إنو الشيكة لهردع ويهي وانا متسحة ابن خلدون حوقري الديوان أهد أوين وهو المقعان كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي سلطان الأكبر بوغ عبرضة إيا الديوان كبلوغ إيا دماتك مالمه عرب إيا عجم إيا بربر إيا إنت درس كلاة هذا ديوان كسآت كوين وحو أسمي يهردع نقضي مركدا ببوغ قوني أتاقن وأنا مقدمة دان أنكاه لينا ما أنت مقدمة ابن خلدون آبا علمي بلشادة مقدمة دان ابن خلدون وحيكا كوبانتي لحباب باب والبناء كوبانيا هي دور فصل طبعا بوغ إنت أصلاك هل كان لغو مسو كوبي كرا وحان اسكو دينا إن آن سيد أغو معقول سن أغو ساقوبنا أنغو ساقادنين قيبه أغو مهم سن بوغان أنكو بلونا بابك كوباد لإسمها إي وضن على شه بني آدمك وحليها ابن خلدون إسكاشك بني آدمك وامت قصب ما أهن مت دور شأه غار أهن بلشه الملكو ذنال أيضا لفيرين أيو إن بني آدمك بلش بلشيه دبعي أهن إلهينا سيد أسقو أبوري أنا لكلام مارمين وحليها ابن خلدون أساس كنولاش بني آدمك وحاصل لقوها قوتك وحي لعون لها بلشدس ماشا كنول إن أين قاجك شيغنين إن أي هيسة وحي أي عون لها إسكاش لآن وحصصار كويران إسكاش قد إن عوالبا وحكال وينك جيسنايا هرمارك بلشدس ماشا كنول وحو إسويدين أي بقان داتك كنول للك قبو محي أغهر مرسانيهين كوا كنول للك كلول وقويران لنا عد اسمها وحو شيغا يهل كان حقيقة آن إلا ما انت أركي كرن أوه إن ميلها عالم كهير كل أهان قبو لسما أهان أي كفي عنيهن ميلها كلول سيدا إن داتك قلوك قبو كنول وقبوغا آنن آهدك أدرنين أي لسما أهان كفي عنيهن كوا كنول قلوك كلول أيضا لفيرنا أيو ليهي إن ميلها كلول أي انت بدن أبارك دعان دبيلا آدو كلول داتكونا انت بدن هل ميل أي نكسوغنانين أو أي مروال بكدب قوران ماشي لبيع روبا كدأدو هل كميلها قبو انت بضان برواقتهي دادكونا أبدانيهين سوغنان إي حاسلون إن أين قورقورين كاسو كينيسو إن مددير كدب مغالوين كود أي هرمران وحو هل كان كهالا يسيدوك لقضب كلهم مهيمة صبال لماذا إي التدينك وذاد لماذا وحو شاقي حقيقة أكوت المامايو أوه عالم كوحويري ميلها أغو صبال سن وميلها دادك كنول أي أغود دين بدانيهين دين تي أهاتبا هادك دقن وحير ابن خلدون وحوها طبعا عالم فقيه اهل الدين ولبوح مقدمة كشيغايا
إن كل جنان تدين تأي كاني سهر مر إيه برواقه كان متاي وحيابه حسلونه ذي النبض كانه لكن وحكاه لا يقفكو إن أمو قال ككري حوجة سارة أصقع وحضايو وح دعايو وح دلايو وأم لينايو إن عمامة داس يجرك سوكا دجاج مد أهل الدينه موقالك كركلية إن أحوق سارة إيا وحا إيداد كقار أمريناي سيد أوليه الدين سيدا إن أقفكو أهذا مت صبالة فقيرة مروالب أمو غدو قفرة فاتسن أساقو أرن كان أمريناي زهدي الدين لكن ويه مت قلدن سيد أوليه ويران ابن خلدون فهن كاس عريريق إنو عاصة ما أهن مت صحة إسلام كون سيدان كما باقايا إن أتصبال أهاتا خليفكي شناد يلقو تلمامة خليفكي راشد كاها عمر ابن العبد العزيز خليفكي عادل كاها طبعا وقت جيسة عدزة كذا قادة تأيال لواي مسلمين تا قاني أيي وضع هايين وحانا نهبنا طبعا لمانتين إن أي دين أهان نغفعنا يين نبي صلى الله عليه وسلم وحو إلهي مرول بكمغان قال جري فقرقة وحلاي ابن خلدون بي أذا صبالك حتى هدي أيهين كو أقود دين تبضن وحاكد لنا أيه دع بوب برعد يأنا كاحق بضن مال قاجة ايكا جرتو هابا يراتين نبادنا كمجريسا وحو راعيي إن بلشوينك الصبالكا دمبايو أي أخلاق دودو آد وبربورتا حتى هدي أي مسلمين يهين أم أي دين تكود لغن يهين تصالي عربتي هوري اي حلقي جاهيليغا وحي أهيان كوا آد صبالوه انتو دبادن لولكا صحاريه انجيغان أي كنوالايين وحانا كجري دلوغو مغا عاب جري سعاليك ونا ديقمو إسبارو ليدا مانتا دادكا دعو ninkaas bastoolada wata ee dadka dhacaayo mobilka ka qaadanayo ama isbaarada dhiganaayo ama baad nooc ah taba qaadanayo wuxuu muujinayaa xaalad ay umadaas ku sugan tahay aanu imaano baabka labaad sidee xadaarad loo dhisa wuxuu arkaa ibnu khaldun in dhisida xadaarad iyo umad hormarsan ay u baahan tahay talaabooyin si tartiib tartiib ah loo qaadayo silsilad talaabooyin isdaba joogo sidii jaranjaradii oo kale in la maro qodobadan soo socda wuxuu qabaa in waxa ugu horeeyo ee umad laga rabo inay xal u hesho uu yahay arrinka quudka ammaanka wixii ay bulshadaas ku noolaan lahayd wax soo saarka cuntada waa waxa ugu muhiimsan in umadaas wuxuu yiri ayna gaajaysnayn wuxuu leeyahay ibnu khaldun shacab baahan waxba ma qaban karo wuxuuna isku day helida marka ugu horeysa wixii uu cuni lahaa xataa inuu waxdo wax dhaco quudka iyo wixii la cuni lahaa marka dhinaca la iska dhigo wuxuu leeyahay waa in loo soo jeestaa أهمية سين تدسمه قريها تصالة هان ودوين نظيفة ميلدت كو أي فريستان أرن كان وحوم وجنايا ومداني حضارات ليذهي ما أنت ما مولوالبا ناعو أهضبو كجرة أولك صوماليات أمنق عنادة ووحا أقدم بأي أي أهمية سيان وحابضا إناد مقشو عيدين هبل أيالة صوت تببري هشيس هبل أيالة صحيحي عالن هبل أيالة سميي هبل أيالة جغدا صلاة دورتي لكن أذن مغلينين ورشد عنادة صوصارت أيالة إسهي dul hebel ayaa laga hergeliyay wax soo saar cunno noocaas ah xaflada aan dhamaaneynin dhoolatus beenbeen ah iida iyo ee arag halka bulshadu ay baahan tahay aan soo qaadano qodob kala madax banaan wuxuu leeyahay ibnu khaldun reer miyiga ayaa asaas u ah xadaaradaha wuxuu fasalkan ku bilaabayaa in reer miyigu ay ku kaaftoomaan wax yar halka reer magaalku raadiyaan faaja faaja iyo dhammaystir ziyada ah wuxuu qabaa ibnu khaldun in magaalo walba asalkeedu yahay reer miyiga wuxuu qabaa sidoo kale in reer miyigu dhinaca khayrka iyo naxariista ay uga fiican yihiin reer magaalka kana geesinimo badan yihiin qofka reer miyiga wuxuu si toos ah keligii u wajahaa dhibaatooyinkiisa kala duwan iyo cabsiyihiisa halka qofka magaalada uu isku haleeyo awood kale sida tusaale ahaan boolis ama xukuumad caalamka maanta waxaa jira dad haddii ay arkaan jiir dhahayo booliska wac aanu imaano sidoo kale qodob kale faanka nasabka iyo qabyaalada waa macquula in aad maanta maqasho markii mujtamacina laga hadlayo reer hebel ayaanahay dad nasab ayaanahay waana ka fiicanahay reer hebel wuxuu leeyahay ibnu khaldun saamaynta nasabka dhinaca akhlaaqda waa markii akhlaaq laga hadlayo waxay dhammaataa awowga afraad haddii tusaale ahaan uu jiro qof laga soo farcamay oo akhlaaq leh ama wax wanaagsan caan ku ahaa saamayntiisa waxay qarsoomaysaa jiilka afraad xitaa haddii aad ka soo jeedo ayuu leeyahay weli saalixa saxaabi ama xitaa nebi wax walbana way isbedeli insaanku wuxuu wax ku yahay waa akhlaaqdiisa qiyamkiisa wakhtigaas uu joogo wuxuu leeyahay ibnu khaldun wanaaga iyo qiyamka nasab ahaan la iskama dhaxlo midaan waa inaan ogaanaa maanta tusaale ahaan in aad tahay daarood isaaq hawiye ama qabiilkaad rabto waa markaan mujtamacina ka hadlayno noocu ahadaba qabiilkaas adiga ka shaqsi ahaan adiga ka shaqsi ahaan ka fardi ahaan wax ay kugu soo kordhinaysa malahan
wax aad uga duwan tahayna ma lahan qofkaas aad wada fadhidaan ee qabiilkaas kale ka soo jeedo. Ku noolaanshaha hadaba wahmigaas iyo khayaaligaas aanan jirin. In aad ka baxdo waa tallaabada ugu horeysa ee horumarka ummad. Inaad aaminsan tahay in dadku ay isku wada mid yihiin, reer hebel ayaa nasab ahna ay tahay khuraafaad aan waxba ka jirin. Wuxuu leeyahay qodobkan kale sidoo kale Ibnu Khaldun, cidda laga adkaado waxay ku dayataa inta guulaysatay. Maanta dhulka Soomaaliyeed ee weyn, meeshay ahaataba waxaa ka jira maamulo kala duwan, noocay ahaadaanba waxayna leeyihiin xisaabaad baraha bulshada, waxayna soo saaraan fariimo iyo qoraallo kala duwan. Dabcan wax micno ah aana Soomaalida ugu fadhin qoraalladaas. Intooda badan waxay ku qoran yihiin luuqad kale, gaar ahaan English. Halka ummadda ay la hadlayaan ay afkaas ku hadal, waan ka xumay. Waxaan ula jeedaa ummadda ay sheeganayaan ama ay isleeyihiin waad matalaysaan. Haddaba waxay arrinkan u samaynayaan waa ku dayasho in dhala'aan ah ummado kale. Markaad aragto wasaarad ama mas-uul English ku soo qorayo fariin ku socota Soomaalida, waxaad ogaataa inaad isha ku hayso wax muujinayo dib u dhaca ummad. Mas-uulkaasna uu yahay wax aanan ka badnayn daliil muujinaysa dambaynta ummaddaas. Baabka afaraad wuxuu isweydiinayaa Ibnu Khaldun halkan, yaridda magaalooyinka Afrika, gaar ahaan waqooyiga Afrika oo weliba xilligaas ka hormarsanaa bartanka iyo koonfurta Afrika. Ilaa haddana waa su'aal la isweydiin karo in magaalooyinka qaaraddu ka dambeeyaan caalamka meelo badan, wuxuuna u sababaynayaa dabeecadda qabyaaladda, madax adayga, iyo in ay diyaar u ahayn ama la jaan qaadaynin caalamka sida uu leeyahay, iyo isbeddelada kala duwan, iyo gaabnida waqtiga xukunka in muddo yar kadib cid cusub xukunka qabanayso, laga soo bilaabayana meel hoose eber laga soo bilaabayo. Halkan maan dabcan in uu taageerayo in qofku jago uu keligii iska hayo, bal wuxuu qabaa in mas-uulka markuu muddo dheer jagada uu hayo, xamaasadda uu waayayo wax cusubna uuna la imaanaynin. Wuxuu leeyahay meelaha ay xasiloonida ka jirto waxaa si tartiib tartiiba u kora dhismaha magaalooyinka, laakiin magaalo dhowrkii sanaba mar laga qahaayo wax isbeddel ah oo la taaban kara ma samaynayso. Waxaana ka sii daran magaalo xasilooni ka jirto laakiin aana wax horumara gaaraynin, waxaa dareemaysaa qalad kale in uu jiro. Wuxuu leeyahay qodobkan kale, hal qof wuxuu awoodaa in uu burburiyo xadaarad dhan, ummad dhan, dowlad dhan in uu burburiyo. Wuxuu leeyahay musuq maasuq iyo isdabamarinta waa waxyaabaha shaki la'aan dabcan ummadaha burburiyo. Halka qof ee waxadaayo wax isdabamarinayo lunsanayo lacagtaas, berri mid kale ayaa kusoo biiri, bari dambena mid kale ayaa kusoo biiri, ilaa ay aqlabiyad noqdaan, taasoo ka dhigan bulshadaas inayna wax mustaqbal lahayn. Qofkaas wax isdabamarinayo ma oga in qoyskiisa uu yahay cidda ugu horeysa ee ku gubanaysa dhibaatadaas iyo xatooyadaas uu samaynayo. Wuxuu halkan soo qaadanayaa qodob muhiim ah oo ay bulshadeena maanta ka sheeganayso, kana mid ah waxyaabaha ummadaha burburiyo waana sicir bararka. Wuxuu ku tilmaamayaa waxyaabaha ummadaha sida degdega u burburiyo: sicir bararka, sicir bararka. Ummaddeena maanta waxay ka cabanaysaa sicir barar aanan horey loo arag. Kan ku nool Zeelac iyo Lowyacde wuxuu ka sheeganayaa dabka uu ku gubanayo kan jooga Ras Kambooni iyo Afmadow: sicir barar aanan horey loo arag. Ganacsatada iyo inta wax soo dejiso iyo inta mas-uuliyadda sheeganaysa waxaa saaran waajib in arrinkan xal loo helo. Baabka lixaad ee ugu dambeeya muqaddimada Ibnu Khaldun wuxuu leeyahay, tacliinta iyo cilmiga waa waxa bani aadamka ka soocaayo xoolaha kale, noolayaasha kale. Ibnu Khaldun wuxuu leeyahay, xoolaha iyo bini aadamku waxay wadaagaan dhaqdhaqaaqa iyo dareenka iyo inay wax cunaan, laakiin bini aadamka waxa ka soocaayo kana duwaya noolayaashaas kale waa cilmiga iyo fahanka. Horumarka culuumta iyo samaynta wax soo saarka waxay ku xiran tahay xadaaradda ummaddaas. Ummad walba oo wax soo saarto, wax samaysato, cunnadeeda soo saarato, waxay ka dhigan tahay in ugu yaraan ay hayso waddadii horumarka. Halka ummadda wax walba soo dhoofsanayso aanan xitaa irbad samayn karin, xeelkeedu halis yahay. Xiriir ayaa ka dhexeeya, ayuu leeyahay, xoogga ummad meel ku nool iyo heerka cilmi ahaan iyo aqoon ahaan ay gaarsiisan tahay. Dabcan arrinkaana waa mid shaki la'aan ah, waa mid shaki la'aan aan arki karno. Ugu dambeyn, walaalayaal, buug intaas la'eg hal muuqaal laguma soo koobi karo, soo saaridiisana dabcan juhdi iyo dadaal dheeraad ah ayay u baahan tahay. Intan ayaan ku ekeynaynaa maanta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.